يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الله يختص برحمته المطلقة من يشاء من خلقه، ومن رحمته النبوة والهداية إلى أكمل الشرائع والنعم التي لا تحصى ولا تعد. ولا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته من يشاء ويمنع رحمته عمن يشاء، لأن ذاك من فضل الله وإحسانه، فأرح قلبك وارضى بما قسمه الله لك، والله ذو الفضل العظيم. ففضل الله وإحسانه لا يخطر بقلب بشر ولا يستطيع أن يصفه الواصفون. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.